إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. خاطرة دعوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فمنزلة الشهداء عند ربهم منزلة عظيمة، فهم مع النبيين والصديقين، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. والشهداء في الحقيقة أحياء عند ربهم يرزقون، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأعلى أنواع الشهادة هي الشهادة في سبيل الوطن، ولا سيما عندما تأتي نبلا وشهامة وإنسانية ووطنية وفداء للوطن وحرصا على كرامته وردعا لأعدائه من الخونة والعملاء والأرهابيين، مما يجعلنا نذكر بكل التقدير رجال قواتنا المسلحة الباسلة ورجال الشرطة الأوفياء، ونترحم بواسع الرحمة والمغفرة على شهيد الواجب الوطني المقدم محمد الحوفي، الذي لقي ربه شهيدا بنبل وشهامة دفاعا عن هذا الوطن، سائلين الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يخلف أبناءه وأهله وزويه وزملائه فيه خيرا، وأن يعجل للمصابين من زملائه بالشفاء العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطرة دعوية مع الدكتور محمد مختار جمعة.